إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا. أي تبع دي ستما تروى الحلال بركة غنوة والنون. تحية نضالية للإخوان الذين هم على الفيسبوك، وشكرا للجميع على التعليقات والتفاعلات القيمة والمفيدة التي نستفيد منها. إذا الموضوع الساعة وهو غادي نعتمدوا على نعاونوا رؤوسنا بواحد الخرجة ديال الصحفي المغربي اللي ساكن في الديار، ماشي الباريزية، هو قرا في باريس في لاسوربون، ومن السرابينة عايش في إسبانيا، اللي هو علي المرابط. المرابط بالتعريف معرفة بالألف واللام، معرفة بمعنى راه ماشي نكرة. إذا علي المرابط غيخرج الخرجة الأخيرة، ربما قبل الأخيرة، وغادي يتكلم على الحجرة. سيدي نقول العنوان ديالو كما كتبو، كتب كيف ضحك الرئيس الفرنسي ماكرون على البرلمان واستفز الشعب. المهم كتعرفوا هو ما عندوش مع العربية، هو قاري من السرابينة، قاري بالفرنسية وهبل اسبانيول. قال كيف ضحك الرئيس الفرنسي ماكرون على البرلمان. نعم، ضحك على البرلمان واستفز الشعب. إلى شعب الشعب الروسي، إذا الشعب المغربي. إذا تحية نضالية للجميع، وغادي نتشنطوا ليه لأن الموضوع جد قيم، وغادي نحاولوا نفككوه باش نعطيوه أبعاد واحدة أخرى من ديك الأبعاد اللي أعطاها هو كصحفي. وأعتقد أنه دار شي دروس في التاريخ، ولا دار شي ليسونس في التاريخ، ولا شي حاجة. اعتمد هنا على 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 التاريخ بين المغرب وفرنسا، واش وقع ايام ابان الحماية الفرنسية للبلاط المغربي، للبلاط العلوي، والاستعمار اللي كان على الشعب المغربي. لان كانوا جوج ديال الحوايج دارتهم فرنسا في آن واحد. جابت هذوك اللي حموها، اللي غتحامي هي، اللي هما يا العلويين، غتحاميهم من الشعب المغربي. لان ما كنقولوا الحمايه، شي واحد غادي يحامي عليك حيت شي واحد كبر منك وقوي عليك وطغى عليك، حمى عليك من هذا. اذن على من حمات فرنسا؟ جاو الشيشان، جاو ولاد مرشان، جات الروس، جا لا، جات فرنسا بالمعية والاتفاق والوفاق في 1906 ديال هولندا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا العظمى، وحضر حتى داك العرج ديال الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. بمعنى العالم الغربي برمته غادي يحضر، وغادي فرنسا غادي تحامي على القصر. إذا كانت الحماية القصر ضد من؟ ضد الشعب. باش الباب من هذا غادي نشدو ديال أي مغربي مغربي تيقول ثورة الملك والشعب. راه ما عمر شي شعب دار ثورة مع الملك ديالو، ما عمرها ما كانت. راه كاع الشعوب ديال الدنيا واحد النهار كتثور على الملوك ديالها، غير واش في عامين ولا في 1000 عام، على حسب التراكم ديال الأخطاء اللي دار هذاك الملك، وعلى حسب اليقظة من داك السبات اللي داك الشعب ناس كاع الشعوب كتفيق واحد النهار. ما كاينش شي واحد نعس الى الابد، حتى اللي ماتوا راه فايقين، غير ما شفتوهمش نتوما، راه من جوج جهه اخرى ديال المرايا وراهم فايقين، ولكن ما كتشوفوهم شيء. راه ما كاينش شي واحد كينعس، كاع الشعوب كتفيق واحد النهار. في الوقت اللي ما كتفيقش الشعوب، تيخرج شي واحد بحال علي ولد عكري تقول لهم انا رب البلاد والعباد، وهذا الشيء اللي غيوقع. فقتو راه كاين على ولد العكاري، ما بغيتش فيقو، راه كاين على ولد العكاري بحال اللي بشيرون. إذا غنتسنطو ليه جاب
مسائل غادي يجيب لنا شي حاجة من الماضي باش يعلل ويشرح واحد الظاهرة سياسية اليوم. اوكي، اذا الخدمة اللي دار نتفقوا معاه ولا ما نتفقوش معاه، اللي كيهمني انايا اش غنستافد منه واش غتستافدوا منه نتوما. الا عندك معاه حزازات حيت هو ولد الدار البيضاء وانت ولد تطوان ولا ولد الشمال، شغلك هذاك، انا ما تدخلوني شيء. انا غادي نشتم اللي بغيت نشتم، وقت ما بغيت نشتمه، ومين تكون عندي مصلحة معاه غناخد مصلحة، راه بحال التمر. قلناها لكم، العرب تقول كل الثمار الفواكه الحلوة فيها البيبي بيجوز، هذيك البيجوز، كل الثمار واتركي العظام للنار 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 للنار. اذا ما يطلعش شي حمار يكتب لي زيكو ميكو. اذا غادي نتسنتو الصحفي علي المرابط اللي كيعيش في الديار الإسبانية، وعلى ذكر الديار الإسبانية كنتمنى على الإخوان والأخوات اللي هما المغاربة والجزائري اللي معانا وتوانسة وجميع الشعوب العربية تاع الأرض كاع الإنسانية، وحتى الصبليون فهمتيني اللي في إسبانيا، بلي موقع لهم والو، والأسر ديالهم والأعزة والأحباء ديالهم والممتلكات ديالهم ما وقعت لها حتى شي حاجة. خصكم تعرفوا بلي كاين واحد ما بين المعطيات اللي كيطيحوا الحضارات والإمبراطوريات، وهي الطبيعة. الطبيعة كتدمر الأم، الطبيعة ملي كتغضب كتخرج من الفراش ديالها كتدمر، وميمكنش شي واحد يساعدك. كثرة الأمطار، الخبأ تيهبط من السماء، والأودية كتخرج من الفراش ديالها وكتمشي. دابا تخيلوا معايا كل هادشي اللي وقع، وقع في مدريد، مشات إسبانيا، دي مدى مدريد. مدريد مدينة كبيرة عندها الضواحي ديالها في ساعة المكانة، في هاد ليسباس ساعة ما بين 0 حتى 60 دقيقة، ساعة المكانة كتكون 50 حتى 70 ألف سيارة وطهات هاد الأمطار هادي. كل سيارة فيها واحد، راه 70 ألف واحد نتاع الناس، والسيارات مشاو داهم السيل، سيارة كتضرب في سيارة، سيارة كتضرب، وشحال من قنطرة كاينة، وكيطيحو القناطر، إمبراطورية كتمشي، حضارة كتمشي. وهذا الشيء اللي وقع لشي حضارات اندثرت الطبيعة، وكم من قرية أهلكنا كتدمر كتدمر. شتا وقع في أمريكان، وأمريكا كتوقع فيها تقريبا كل عامين 3 سنين، ما عندش البشر ما يدير، كيتسناو حتى كتحبس القضية. إذا كنتمناو الناس تكون بخير وعلى خير، قديم تاع الطبيعة صعيبة، إذا باقي ما لقاو لها شحل وما يلقاو لها شي حل، إن كاين تحدي. إذا الموضوع ديالنا وهو السيد علي المرابط من الديار الإسبانية، غادي نتصنتو ليه ونوقفو معاه. المهم، كيف ضحك الرئيس الفرنسي على البرلمان؟ ضعنا في 28 ديال الاولاد ديالنا، الاولاد ديال فرنسا، عندها الحق الدفاع على النفس ديالها. القانون الدولي كيعطي الحق، كيعطي الحق الشعوب اللي كيعيشوا تحت الاستعمار يدافعوا على راسهم، يحاميوا على راسهم بحيث ما كان. نعطيكم واحد المثال، اليوم واحد المثال تاريخي ومنظر.
هذا هو مربط الفرس، وهذا هو الدرس ديالنا اليوم. هذا المثال اللي قال مثال تاريخي باش نشرحوا به الخيانه منذ الازل ديال العلويين اهل فاس والنخب اللي هما يا استقلاليين الخونه واليساريين الخونه. هادشي اللي غادي تفهموا حيت قلناها ونعاودوا نقولوها باش تدخل لكم هاد القضيه للراس. اسمعوا مزيان اش غيعطيك مثال. برلماني واحد مغربي ملي قال ماكرون حنا ضعنا في 28 ديال الاولاد ديالنا الاولاد ديال فرنسا ماتوا في 7 اكتوبر 2023 وما تكلمش على ديك الجوج ديال الاطفال اللي قتلتهم اسرائيل في غزه. علاش ما تكلمش عليهم ماكرون؟ ماكرون تكلم على ديك اليهود الفرنسيين ديك المستعمرين ديك القتاله اللي ماتوا اسرائيل، وما هضرش على ديك الجوج ديال الفرنسيين من اصل فلسطيني اللي ماتوا في غزه. علاش عنصريه؟ علاش هاد الجوج ديال الفرنسيين؟ ماكرون هذا اللي هو الرئيس ديال الجمهورية الفرنسية، وفرنسا راها جمهورية، فرنسا ماشي ملكية، وهاد الجمهورية هادي اللي كيخرجوا مجموعة المغاربة تقولوا الجمهورية الجمهورية، الرئيس نتاعها اللي راكم شتوه ماكرون اللي غير واحد الخدام في واحد البنكة عند واحد اليهودي اسمه روتشايلد، وهاد الرئيس الفرنسي ديال الجمهورية الفرنسية اللي دارت من مور الثورة الفرنسية، وعاد جا واحد المجموعة ديال المغاربة ما شبعانينش ما واكلينش ما لابسين شي صباط، عاد كيبغيو يهضروا لنا على الجمهورية الجمهورية. هاد الجمهورية الفرنسية مارشال داسو اليهودي اللي كيصنع الأسلحة هو اللي غيسرب النووي اللي غيكون في صحراء ديمونة لإسرائيل. بمعنى هاد الجمهورية الفرنسية اللي الحمير ولا الجوع النوع المغاربة كيتكلموا بحال إلا كيقولوا شي حاجة، هما غرب أبناء الفقر، هما اللي غيعطيو النووي غيدار في القلب النابض ديال شعوب عربية أمازيغية إسلامية ومسيحية كذلك. راه كاين تما اللبنانيين فيهم مسيحيين، المصريين فيهم مسيحيين، وما إلى ذلك. والجمهورية العظمى الأمريكية غادي تدعم هاد وإلى يومنا هذا. هذا رئيس ديال الجمهورية في القلب النابض ديال المغرب وقدام الصهاينة الجدد اللي فتحت قبة البرلمان غادي يتكلم ليهم على يهود فرنسيين اسرائيليين وهزين السلاح وغيموتوا في السلاح في الحرب، كانوا تيقتلوا ما مشاوش للنزهه. وفي نفس الوقت كاين جنود اسرائيليين اللي هما فرنسيين قطعوهم الرجال دي بريزوني دو غير تيتكلم عليهم، في حين جوج دراري صغار مدنيين عزال قاصرين وقاصرات غادي يقتلهم الاسرائيلي الكيان اللي معمر الارض غيقتلهم، واللي حتى هما عندهم جنسيه فرنسيه. بمعنى اخر فهاد الجمهورية اللي المشخين الجمهوريين وبواتهم وموتهم غير ولاد لقاء وحتى هما ولاد لقاء غادي يفرق الرئيس اللي هو لا بلو هوت لا فونكسيون لا بلو هوت في البلاد، الماجستراتور اللي في القمة الهرم ديال البلاد، غادي يدير العنصرية
والكزينو فوبيا ما بين الفلسطينيين المسلمين اللي هما فرنسيين و اليهود الإسرائيليين اللي هما عبريين وتيقتلوا. واحد هز السلاح وتقتل، واحد باقي شغي كيكرون باقي بريء. شتو هاد الحمير ديال المغاربه الجمهوريين اللي ما عندهمش قيمه وما عندهمش شرف، وانا كنقول لكم شكون هما يا و راهم خدامين للبلاط وشي فيهم كيشيت الامير اللي باه تكرفس على ولاد الشعب ودى الاراضي ديال سوس ماسة لولاد سوس واللي قرب فلوس الشعب المغربي وكيشيتو لعبد الله الولد عبد الله اللي هو هشام العلوي. وشي فيهم خدام عند الاماراتيين اللي سرقوا الحلم ديال الشباب العربي المسلم من اقصى الى اقصى. وشي فيهم كيشيت العسكر ديال الجزائر اللي طيح لهم السروال. هادو هما الجمهوريين ابناء الفقر. راه هذا علاش ما خرجوش وعلاش ما قدوش يناقشوا القضيه ديال الجمهوري ماكرون الجمهوري، ما قدوش يقولوها وراه ماشي يساري راه يميني، بمعنى راه جمهوري جمهوري رئيس ديال الجمهوريه الفرنسيه. ابناء القحاب تيبقاو دائما ابناء القحاب. نزيدو نتصنتو للاستاذ اللي هما حتى هما ولاد فرنسا مسلمين، والاسم ديالهم عبيده 7 سنين وجنه 10 سنين. ماكرون تكلم على ديك 48 ديال اليهود اسرائيليين فرنسيين مستعمرين اللي سرقوا الاراضي د عباد الله، وما هضرش على ديك الجوج ديال المسلمين فرنسيين من اصل فلسطيني عندهم 7 سنين و10 سنين عنصريه. حتى شي برلماني بحق مالي، حنا قلت لكم انا هاد البرلمانيين اما اميا اما ما عارفينش شنو واقع ما نهار ويقولها ابري، ما يقدرش يقولها في ديك القاعه ديال البرلمان، يقولها ابري يقول اللهم هذا منكر. اما فرنسا كتكلم على ولادها كاملين مسيحيين مسلمين يهود، ولا ما تتكلم على حد. هذه كتسمى العنصريه، بغاو يعملوا العنصريه في فرنسا هو دابا بلاد من اكبر دول ديال العنصريه دابا اللي كاين في العالم هي زاد فرنسا. دابا تكون مسلم في فرنسا الله يحفظه صافي، بالحق يجي للبرلمان المغربي ويقولها ويقول لكم اسرائيل عند الحق الدفع على راسها، ويقول لكم حماس المقاومه الفلسطينيه اكتسبت واحد العمل وحشي، وما يقول لكمش ما يقول لكمش اسرائيل كترتكب دابا اباده جماعيه في غزه. الاخوان الاخوات علينا غادي نوصلوا من هنا شي شهر غنوصلوا 60,000 ديال الناس اللي قتلاتهم اسرائيل في غزه. غزه ما بقاتش كاين مؤرخين اسرائيليين نعاود المره الثالثه، مؤرخين اسرائيليين من اكبر سبيسياليست ديال الابادات الجماعيه يقول لك اللي وقع في غزه دابا هي اباده جماعيه. وجا هاد السيد هذا ماكرون اللي ما عنده حتى شي شرعية، وكيقول لكم في البرلمان ديالكم داخل المغرب في الرباط العاصمة تيقول ما عنده حتى شي شرعية، لأن في الجمهورية الفرنسية تلفقوا الانتخابات وتزوروا الانتخابات كانت مجورة. هاد ماكرون هذا ما كان كيعرفو حتى شي واحد في العهدة الأولى، ما كيعرفو حتى شي واحد وغيولي الرئيس، ما كيعرفو حتى شي واحد وغيولي الرئيس جوج مرات وكتزور الانتخابات. علاش؟ نسيت كان في البنكة خدام. نعم ما ارتكبت واحد العمل وحشي واسرائيل جاوبت ما كتخصها تجاوب هكا، وناضوا الناس ناضوا ديك البرلمانيين وصفقوا صفقوا له
كيحشيكم الهضره بالفرنسيه، اجي بعدا نتوما كتعرفوا اللغه الفرنسيه ولا ما كتعرفوش؟ خاصكم تعرفوا اللغه الفرنسيه، ولا ما كتعرفوش اللغه الفرنسيه اسكتوا ما تصفقوش. ماكرون قال لكم اسرائيل عندها الحق ترتكب اباده جماعيه في غزه، هذه هي المعنى ديال اسرائيل عندها الحق الدفاع على راسها، الوغ كو القانون الدولي ما كيعطيهاش ديك الحق. اسرائيل ما عندهاش الحق، اسرائيل ما عندهاش الحق، اسرائيل ما عندهاش الحق ترتكب واحد الاباده جماعيه في غزه، وهادشي اللي ما قالش ماكرو. ودابا غادي نرجعوا لديك الكلمه الخطيره اللي كيقول لك المقاومه ارتكبت واحد العمل وحشي فلسطين المحتله في الكيان الصهيوني. غادي كنقول انا ما كنت كنستعمل انا هاد العبارات، دابا كنستعملهم بس دابا كاين اباده جماعيه، دابا كاين اما هما اما الفلسطينيين. اخوان اخوات اللي ما كيعرفوش التاريخ ديال المغرب، بزاف الناس ما كيعرفوش تاريخ المغرب. حنا في المغرب عندنا ما عقلتش واش باقا ولا ما باقاش، كيدير اللي باقا كيدير واحد الشارع اكدل ديك الاحياء زعما الفخمه اللي عندنا في الرباط، كيدير اللي كاين واحد الشارع تما في اكدل سميتو احمد الحنصالي. ماشي احمد الحنصالي، ديك الشيء غير عربوا له الاسم ديالو، الاسم الحقيقي هو احمد وموحى وحمو. اخوة الاخوان كاين واحد البلاصه ديك الجهه ديال التادله سميتها قلعه الحنصالي. ايوا وكاين حتى الزاويه الحنصاليه، كاين حتى الزاويه الحنصاليه، وكاين عائله الحنصالي، واش رباطيين واش شي حاجه من هذا القبيل هذا. حتى هذا الحنصالي هذا هذه السميه كتعاود، ولكن ما كتحط السميه على الوجوه ما دازنت فيت اللي قالت الشلحه، ما داخلاش داك الشيء ما مركبش. غادي نعاودوه باش تفهموا واش بغى يقول، حيت هذا ولد الشمال، ولد الشمال عندهم واحد الطريقه ديال الكلام فهمتيني، وخرج من المغرب بشحال هذه وراه كيترجم الافكار من لغه واحده اخرى، على بعض المرات يزقل لكم واش بغى يقول. احنا نرجعوا ليه شي شويه كي كنرد نرجعوا ليه بالنار. ماكرون قال لكم اسرائيل عندها الحق ترتكب اباده جماعيه في غزه، هذه هي المعنى ديال اسرائيل عندها الحق الدفاع على راسها، الوغ القانون الدولي ما كيعطيهاش ديك الحق. اسرائيل ما عندهاش الحق، اسرائيل ما عندهاش الحق، اسرائيل ما عندهاش الحق ترتكب واحد الاباده جماعيه في غزه، وهادشي اللي ما قالش ماكرو. ودابا غادي نرجعوا لديك الكلمه الخطيره اللي كيقول لك المقاومه ارتكبت واحد العمل وحشي فلسطين المحتله في الكيان الصهيوني. غادي كنقول انا ما كنت كنستعمل انا هاد العبارات، دابا كنستعملهم بس دابا كاين اباده جماعيه، دابا كاين اما هما اما الفلسطينيين. اخوان اخوات اللي ما كيعرفوش التاريخ ديال المغرب، اسمح لنا راه ما كاينش الصهاينه ولا الفلسطينيين. انو انو راه غير ما الصهاينه ما حنا اوي، راه قلت لكم في اكثر من موضوع ويل من طوفان قد اقترب. الصهاينه راه جايين، والصهاينه الجدود هادي اللي شتو اليوم راها اكس ليبان الجديده، وصفقوا ليه، خصهم يدافعوا على الملكيه بالدفاع ديالهم على الملكيه والبقاء ديال الملكيه واستمراريه الملكيه، كيدافعوا على المصالح ديالهم. هادو صهاينه، مره كان الصهاينه فهو صهيوني. زعيد كاين الصهاينه ولاد فاس، والصهاينه ولاد الرباط، والصهاينه ولاد شوش، والصهاينه العروبيه. راه قسمناهم تقسيمه وقلنا لكم ولاد شوش الصهاينه شكون هما يا وهبي، راه قلنا لكم هبي اش قال؟ قالك راه جينا باش نغيرو هاد الامه هادي، هذاك راه فعل صهيوني. اخنوش قال نعاود لكم الترابي، كلمه صهيونيه هذيك خارجه من الفيه ديال الصهاينه، هو غير وصلها وراها كطبق وراكم شفتوها. وعاد كاين الصهاينه الصغار بحال الخرجات ديال
أحمد عاصيد، فكر صهيوني محض. وكاين بحال اللي قال في واحد المكان واحد اخر، في واحد المقام واحد اخر، هذا الاخ والاستاذ علي المرابط قال الفقهاء الصهاينه او الائمه الصهاينه اللي كلهم هاد الفقهاء وهاد النخب واليوتيوبرز كاع اللي تيقول ايران راه ما قدوش يضربوا فلسطين نيشان كيمشيو لايران، ما بيهمش ايران وما تقدوش على ايران، وايران قاده بشغلها، الا تضربات ايران غترد ايران بكم. النظام العلوي يبقى، واللي طبع وطاح في الاحضان ديال الصهيونيه العالميه، ومشي عاد اليوم عنو راه 70 سنه، 70 سنه. اذا الخليه ماشي غير اما الصهاينه اما الفلسطينيين، الفلسطينيين راه كينتحروا كينتحروا، حيت واحد الانسان عنده غير الارض ديالو ما عنده فين يمشي. الصهيوني يقدر يرجع لبولونيا ويجي يودوا لكم الاراضي ديالكم في المغرب، الفلسطيني ما عنده فين يمشي. جاوه مع الحيط اللي قال الشلح، لصقوه مع الحيط، ملي كدي شي واحد الحيط ما كتخليليش منفذ منين يهرب، هوب بغا يجي ليك. ورجال مواتهم رجال، والتاريخ السياسي والاجتماعي ديال ديك المنطقة علمنا بأنهم رجال، راه نابليون ما قداش عليهم، هولاكو ما قداش عليهم. الحرب قلب الأسد ريتشي وما قداش عليهم، راه ما تيخافوش، راه ما فيهمش الزوامل، الزوامل راه حدهم المغرب، راه تما فين ما كاين شي جمح راه مغربي. تلاقيت بزاف ديال الزوامل كاع عندهم الشرف وعندهم كرامة، إلا هاد المغاربة هادو هاكم شتو في البرلمان، بنادم مقاريش وكيصفق، بنادم قاري وكيصفق، بنادم يميني وكيصفق، من الإخوان المسلمين وكيصفق، يساري وكيصفق. إذن ليتا كونتخ لا سوسيتي، الدولة ضد المجتمع. محمد السادس والصهيوني ماكرون مع النواب ديال البرلمان ضد الشعب المغربي، وشكون اللي كيخلص محمد السادس؟ كيخلصو الشعب. وشكون اللي كيخلص الحمار ديال البرلماني؟ كيخلصو الشعب. وماكرون ليليجي هاك تيخلصو الشعب المغربي وجي يدي السالير ديالو عاوتاني. إذن إي لا فرونس، إي لي سيونيست، et le palais et les parlementaires contre la société contre le peuple marocain. وانت يا الحمار بالحمار، البلدك هي العياش، صفق لهم جيدك جيدك، وتسناو يوصلكم داكشي اللي داروا فيهم الفلسطينيين دفاعا عن الشرف ديالهم والارض ديالهم غيديروه فيكم. vous allez voir الايام بيننا، الايام بيننا. نتسنطو الاستاذ، بزاف الناس ما كيعرفوش التاريخ المغربي. حنا في المغرب عندنا ما قالت واش باقا ولا ما باقاش، كيتها اللي باقا كيتها اللي واحد الشارع. اسمعوا اسمعوا مزيان، ديك الاحياء زعما الفخمه اللي عندنا في الرباط كيتها اللي كاين واحد الشارع تما في اكدا سميتو احمد الحنصالي، ماشي احمد الحنصالي، ديك السي غير عغبوا له الاسم ديالو، الاسم الحقيقي هو احمد وموحى وحمو. اخوة الاخوان كاين واحد البلاصه كاين كاين الزاويه الحنصاليه، كاين الحنصالي، كاين كاين حتى ثانويه الحنصالي ولا اعداديه الحنصالي،
ولكن اللي بغى يقول الأستاذ هنايا أن الخونة وأعداء الشعب المغربي السيد راه شلح ديالنا واحد ديال تادلا وديك المناطق و دفع على الأرض بالدم ديالو، وغتسمعوا القصة باش تسنتوا عليه من حيت هو كيعرف يعاود القصة ديالو. الاسم ديالو شي حاجة غادي هذه كتسمى لا فيستيف لا ميستيفيكاسيون دو ليستواغ، تجوير ديال التاريخ، حيت الشرح ما تجيش معاه يدخل التاريخ، الشرح ما تجيش معاه ولد واحد المدينة، واحد القرية صغيرة، يكون مجاهد ومقاوم، وما تجيش معاه يخرج الفرنسي، خص يكون الاسم حلو عذب. وكلكم قريتوا عبد الكريم غلاب دفن الماضي، وكانوا بليجي اي حمار بالاحمر مغربي يطلع للترمينال خصو يقرا دفن الماضي. الماضي راه ماتوا فيه المغاربه، الماضي تقاتلوا عليه المغاربه، وغيجي واحد ولد فاش وغيكتب كتاب، وداك الكتاب غادي يكون اوبليجي ضروري غندفنوا الماضي، دفنا الماضي، هكذا هم فاعلون. هاد السيد هذا راه حقيقة سياسية راه مجاهد، راه بزاف د المجاهدين اليساري عنصري اليساري الصهيوني المغربي بلاك اوت، الفاسي لا ما يكونش شي واحد، إذا كان شي شلح خص يكون محوي بحال المختار السوسي وبحال حمد عصيد باش يشري الشقة والسيارة، وبحال أخنوش وبحال وهبي، هادو هما اللي عزاز عليهم. عندك يقول لكم شي واحد كيخرجوا كيغوتوا عليهم غير كيدرحوكم، راه الفاسي ما يقدرش اليوم يخرج، كنهضروا هنا على اهل فاس، ديك الاقليه ديك النخبه اللي جمعت بين ما بين الفكر وما بين المال وعطات السلطه، راه هما اللي غيبدلوا السميه نتاع الراجل. ورجعوا للقران كما تنقول لكم، ما تصنتوا لياش الولاد القحاب الجمهوريين، راه موتهم غير قحاب. القران راه اي واحد كيبعدكم على الاسلام غادي يحويكم. ايوي شتو اش كيدير ماكرون؟ حماش بربريين همج حيوانات، راه حرب، ضد الاسلام راه قضيه، ما فيهاش شي حاجه واحده اخرى، راه ماشي قضيه ديال الارض، راه عطى الله الاراضي فين يعيشوا اليهود والصهاينه، شتيكم مشاو الارجنتين، الارجنتين غير كيشطحوا يدوا لهم الارض، والارض كبيره، شتيكم مشاو للبرازيل، البنت في 12 عام حملت عندها اربعه الاولاد، يدوا لهم الارض، شتيكم جاو للمغرب غيديوها وخدو يجيو للمغرب وغيديوها، كلشي مزير على الترما ديالو، حضارة زوك كنسميها أنايا في الأنثروبولوجي فيلوزوفي سوسيولوجي بتاع علي بتاع كري. واشتركتو ولا ما شاركتوش في القناة؟ إوا شاركوا في القناة قبل ما نبقى نربب لكم عاوتاني. إذا قد يرى حرب ضد عقيدة، الخاخامات اللي تلاقيت معاهم
تيقول يعني راه صعيب نربحوا المسلمين. وتنقول لي علاش ما تربحوهمش؟ غير السكيريه تيقول لي لا، راه كاين واحد الاقليه عندها عقيده. تنقول لي اوي، وهاد الناس اللي عندهم عقيده هم اللي زعزعوا الكيان. راه ما خسرش اسرائيل فلسطين، خسر العالم العبري المسيحي في العالم، في الشوارع والجامعات ديال الولايات المتحده الامريكيه. تيبكيو اليهود علاش؟ مسيحيين باقي ما اعتنقوش الاسلام، كيشروا المصاحف وكيفرقوهم على خوتهم المسيحيين. اش تيقولوا لهم؟ قراو باش تعرفوا الناس اللي ما كتخافش من الموت واللي كتامن بالله. وكيفرقوه، انا عطاني واحد السيد عنده 6 في السياره ومشى جاب لي، ما عرفنيش بلي انا مسلمون، وجاب لي قال لي تسنى نجيبك شي واحد الجيفت، ما تجيفت الجيفت ما تجيفت، ويجي ويعطيني قران. انا قلتو كتير درا مكتوب بالانجليزيه، انا راه عندي واحد غالي على هذا، وبالعربيه وبالانجليزيه، وانا شي ميزي المو راه قرات القران ماشي مره ماشي جوج، اكثر من 150 160 مره. قلت لي انا كنت كنقراها جمرات في النهار، في الصبح وفي العشاء وفي المغرب، ومدة سنين. وبغى ياخذو، قلت لي خلي غادي نعطيه لشي واحد من الاصدقاء ديالي اللي هو سميتو. وقلت لي كيفاش شريتيه؟ قال لي لا، راه هو ماشي من المدينة عندنا. تتفرقوا وخدا 6 ولا 7، خدا 2 خلاهم في الدار عنده، و5 ديرهم في الطوموبيل، وكيعطي كيعطي الناس اللي كيعرفوا وكيتلاقاو داكشي، ولا كيدير خدمة بوحديه. وانا نقول ليه كيفاش هاد؟ قال لي راه، قال لي راه شي حاجة، قال لي راه ما فهمناها شي، قال لي راه كذبوا عنا، قال لي كذبوا علينا. قال لي وشويه، قال لي ناس كتموت وما كتبكيش. قال لي راه ما يمكنش. قال لي حنا من درنا الحرب ديال فيتنام، قال لي رجال، قال لي كتبول في السراول ديالها. قال لي الناس كاع اللي رجعوا من فيتنام، قال لي راه تفليباو وطاحوا في الحشيش وفي المسائل. قال لي راه حرب صعيبة. قال لي حنا ما كنعرفوش شي، بمعنى الدعاية اللي كانت كدير الأمريكان بالملاير تضربات في زيرو مع هاد الشباب هذا. وراكم شتو الكتاب ديال الحرب ديال بوب وودوورد، واحد الصحفي أمريكي اللي كان كشف القضية ديال القوادس والميكروفونات ولا الميكروات ولا شي اش يكونوا، لافير تاع نيكسون على الحكم ديال العرب. قالوا الوزير وزير خارجية اللي هو يهودي وكيمشي وزير خارجية ديال تاع امريكان اللي هي جمهورية وهو يساري. راه ما كاينش فرق ما بين الجمهوري جمهوري واليساري جمهوري. ملي كتجي القديم تاع الاسلام كلهم ضد الاسلام. راه ما كاينش فرق ما بين ترامب وما بين هاريس، هي يساريه هو يميني جمهوري. ملي كتجي القضيه السياسه الخارجيه المسلمين خصهم يموتوا، وكلهم تيقولوها. راه داكشي اللي قال ماكرون حكم العرب، قالوا هلا الوزير الخارجيه اللي مشى لاسرائيل وقال لهم انا جاي لاسرائيل اون طونك يهودي، حيت هو يهودي وصهيوني، ومشى عند الحكم ديال العرب. هادي غيخرجها بوب في الكتاب ديالو. وكلهم حكام العرب قال لي حنا راه الحمساويين الغزاويين خصهم يموتوا، وحنا ودمروهم وحنا غادي نعاودوا نبنيو بفلوسنا
راه المسلمين صعاب، حنا ما بغيناهم شيء. ايوا نتوما المغاربه والمغربيات الملكيات، الملك ديالكم اللي راه صهيوني طاح في، راه غندير موضوع على محمد السادس، واحد الموضوع جديد ما كاينش هادشي كيتقرا غير في المدرسه الواقعيه، هذه ماشي مدرسه نتاع الزوام والقحاب، هذا مدرسه نتاع الرجال، اللي كان راجل يحضر ماشي راجل يمشي يروح هناك مو شي بلاصه واحده اخرى. باش انا خصنا مع غادي نربكم الهضره ولا شتو في حاجه اليكم. اي دونت نيد يو ات اول. غنديروا واحد الموضوع على العصا، العصا اكوري اصلب العصا العكواز، يا الله سيدي نتاع محمد السادس. الموضوع على محمد السادس غنحاول ما يكونش فيه السب والشتم، حيت كاين ناس مع ولادها، ولكن راه خصنا نسبو ونشتمو. ونقولها لكم انا راه طلعت وغنمشي بحالتي واحد النهار غير باش تعرفوا شكون هو علي ولد عكاري، انتما عرفتوني زوين ومقود مع جكول باوت ان سيم مومنت نسيف على دين ربك ونتمر نتمر فوز على دين ربك في فراكسيون سكوند. انا بحال دوك الناس اللي في البرلمان ما كذبش عليكم، غنشدو يبقاو في البرلمان وغنشدو اش يوقع، اللي غيوقع غيوقع كي سيغا سيغا. الخيانه نتاع الاحزاب بجوج، كانوا ديك الساعه غير جوج ديال الاحزاب اليساريين واليمنيين في المغرب اللي هما الاستقلاليين والعلويين، هما اللي غيبدلوا الاسم نتاع السيد غيسموه الحنصري باش ما يتعرفش بلي واحد الشلح دافع على الوطن. وديما تنقول لكم محمد الخامس والحسن الثاني الله يرحم دين يمهم والله يرحم شي يساري صهيوني بحال عبد الرحيم بوعبيد اللي غيجيو عنده الشلوح، كانوا هذوك الشلوح ولد الجنوب ولا الجنوب اللي حاربوا وجاهدوا في الشمال في الريف، وغيجيو عنده غيقولوا لي عطينا السلاح لعبد الرحيم بوعبيد اللي غيكون في القضيه غادي يحنس في القضيه ديال اكس ليبان. ما عمرو ما قال اش كاين في الوثيقه، شتي الخيانه ديال اليساريين الصهاينه، غيقولوا لي عطينا السلاح، اقول لهم لا دابا حنا راه عندنا الدوله، حنايا حنا راه دوله دابا، ما يمكنش سميتو كاين محمد الخامس هو الحكام والملك والسلطان وهذا، ما قعدتهمش السلاح، غير مشيو عند علان الفاسي اقول لهم هانو اجي يدخلوا عندنا للحزب ونضلوا من وسط الحزب. هذه هي الفعال نتاع الجمهوريه اللي بغا يديروا معايا انايا. شو الجمهوريين؟ انا راجل امكم. واش انت ملكي ولا جمهوري؟ انا راجل امكم. الفعال اللي داروا الخونة الصهاينة اليساريين وعلى الفاسي لولاد الشلاح، هذا راه نوع واحد اخر من ولاد الشلاح، هذا راه صقر الامازيغي. غنطحن دين ربكم مزيان وراه باقي ما ساليتش معاكم. اذن اتوصل الخبر محمد الخامس قال لهم هي دابا حنا راه الدوله وعندنا العسكر ديالنا، ايوا حطوا السلاح ودخلوا العسكر ديالنا وي حنا غنضروا هذه القضيه، وغادي يحطوا السلاح وغادي يقتلوهم. شكون دار الخيانه؟ اليساريين وعلى راسهم راه كان صغير وصيق امه ديال البشر، هذا بو عبيد وغادي يضحيو بولد الشلحة بن بركة. هو موقع ليه والو، حتى مات على خاطرو، سبحانك يا جليل، كيموتو كلهم على خاطرهم، الخيانة قال خونا كي عمرهم تيكون طويل، عقتو بيها، وليتو كتعيقو، مزيان. إذن هنا
نوع واحد اخر ديال الخيانه. راه دابا هادشي اللي كيعاود الاخ علي المرابط، راه وقعوا بزاف بحال هكذا، راه الناس تسرقات ومشات، دارت في الخناشي وربطوهم مع الحديد ولاحوهم في اعالي البحار. علاش؟ قتل الشينيغال، قتل الجو، هاهم جابوا لكم ولاد السينيغال ولاد ليماليا حتى همايا، وداروا لهم الكيتو في الدار البيضاء، وكيدير لكم الزيك انك لبناتكم. اش تغير؟ محمد الخامس، حسن الثاني، ومحمد السادس. الخيانه هي الخيانه. نسنتوا الاستاذ، هذا راه موضوع زوين جبدوا هذا السيد هذا، غير هو ما كيعرفش يوسعوا، حيت هو صحفي. هو صحفي ما عرفش يوسع الموضوع، ما عرفش يجبد ليه حداكو. حيت ولد الشمال، ولد الشمال الله يهديكم. ايوا اجي ما تحشمش اخا، ولكن واحد البلاصه ديك الجهه ديال التادله، تادله قلعه الحنصالي، ايوا شارع اللي كنعرف انا في الرباط، واحد الحي فخم عقدال سميتو احمد الحنصالي، قلعه سميتها قلعة الحنصالي، وهذا السيد هذا كان مقاوم ياك، أحمد الحنصالي كان مقاوم، هادشي اللي كيقول التاريخ د المغرب، كيقول هاد السيد هذا كان مقاوم، حنا عطوه السمية ديال الشوارع في المغرب ولا الزناقي، القلعة 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 غنسميوها حنا قلعة الحنصالي، وشنو عمل هاد الحنصالي اللي هي السمية الحقيقية ديالو هي حمد وموحى وحمو، باش نبقاو نتكلمو عليه مزيان، مور السعمة حتى لدابا. انا نقول لكم شنو عمل احمد وموحى وحمو اللي عغبوا له السميه ديالو احمد الحنصالي، وش واحدين كاع زادوا له سيدي احمد، بارك علينا بارك علينا، هذا كل شيء ولا شايف، صافي صافي عيقتو، كرسي ولا سيدي، كرسي ولا لالا، كرسي ولا مولاي، وعيقتو. راه واحد النهار يبدا يسب، عقل عليه، هيجي واحد النهار يبدا يسب. حمد وموحى وحمو سلح، ما عنده حتى شي علاقة بمكة وديك عيبان، هاد حمد وموحى وحمو الملقب حمد الحنصالي، كانوا كيسميوه في الوقت ديال الاستعمار الفرنسي لو تيور فو دو تادلا، هو القتال الحمق ديال تادلا. علاش؟ شنو عمل هاد السيد هذا؟ شنو عمل السيد؟ 1951 الاخوان الاخوات، هاد السيد هاد اللي كنعتبروه دابا حنا هنا مقاوم، كان ساكن مع واحد المخزني وفواحد البلاصه في ديك الناحيه سميتها بونوال، كيظهر لي دابا ولات في اقليم بني ملال، كيظهر لي انا عندي الوثائق القدام، عرفتي واش دابا هاد بونوال جات في بني ملال، ما قدرتش نقول لكم بالضبط، واحد النهار فاق بونوال، انوال انوال هي واحد المنطقه في الدار، انوال بحال قلتي الكشينه، انوال فاش كيطيبوا كيطبخوا، بونوال هي مول الكشينه ولا شحال، ماشي بعيد ديك البلاصه، ما تبقاش كاع السميه، ما تبقاش هي بدلوها، بحال اللي دار الخائن الحسن الثاني مع المدرسة اللي كانت ديال تا زمان، ما بقات لها، طارت المدرسة وطار الاسم ديال المنطقة كاملة. راه هنا كاينة المعضلة، من تيكونوا ناس ولاد الأرض وناس ماشي أبناء الأرض، اللي ماشي ولاد الأرض راه كيزيف كل شيء، كيبين الاسماء وكيغير الشوارع، والشمال كيولي الشرق والشرق تيولي ما بين، ماشي ابناء الارض، راه هذه هي المعضله، وكيولي هما كينوبوا تيتكلموا على في المكان ديال، هما اللي تيكتبوا التاريخ والجغرافيا، راه
راه بزاف ديال الناس يوتيوبرز، انا كان في اليمين في عند الجمهوريين وعند الملكيين، اقسم يمينا بالله امام غاربه، اقسم يمين بالله الى يهود جزائريين، اقسم يمين ثلاثه الى يهود جزائريين، اقسم يمين ثلاثه شي وحدين يهود من بعيد، من مش حتى من الجزائر. اشد عداوه للانسان المغربي، وخصك تصنتو كيفاش كيتكلموا. إذا ما كتقنوش اللغو واللغوص يدرحوكم. هاوي راه البلاد مشات بوتيتي، قضية صعيبة صعيبة صعيبة. وجدوا ريوسكم، قتلوا ديك المخزني، قتلوا وشدلو المكحلة ديالو لي مينيسيون، وخرج الغابة، خرج في ديك البلاصة. كانوا الفرنسيز كيعملوا واحد السد كيسموه السد بن الويدان 1951. شنو عمل هاد السيد اللي كنعتبروه دابا حنا هنا مقاوم قلعة الحنصلي؟ ان شوارع عندهم السمية ديالو، شدوا السمية ديالو احمد الحنصلي. هاد الحنصلي هذا شد ديك المكحلة وخرج، وملي كيتلاقى شي اوروبي شي فرنسي كيصفي، بدا بواحد السيد سميتو اندري سوفينيو، قتلو وكمل على الوالده ديالو كانت معاه سميتها كارمين سوفينيو، قتلها حتى هي. زاد واحد شويه لقى عاود واحد الكوبل مسيو اي مدام غوي حسب الصحافه ديال ديك الوقت، خلا فيهم قلتهم وجرحهم ما قتلهمش. زاد واحد شويه وقتل واحد الكوبل اخر عاود فرنسيين، هذا حسيت سميتو ايرفي دو بو و الين موني، هادو كانوا جاو من فضاله الدار البيضاء. لا كانوا كامبينغ فضاله هي المحمديه اليوم، ديال ديك السد فضاله هي المحمديه اليوم. وجا ليهم جاكوز كحله وقتلو. زاد وتلقاو واحد جوج ديال بيضاوة بداوة فرنسيين كيزوروا ديك الناحية، واحد السيد حسب الصحافة ديال ديك الوقت سميتو مسيو شونتو، مراتو مدام شونتو، و واحد السيدة واحد شابة سميتها مادموازيل ماري غوز كرونيي، قتل مسيو شونتو مدام شونتو جرحى ما قتلاش، وديك مادموازيل انيسا كرونيي ذبحها قتلها ورجع الغابة هرب. حتى جا واحد جوج ديال الرعاة مغاربة من ديك الناحية شلوح بحالو وسلموه السلطات الفرنسية، وفي 1903 حنا غادي نوقفو على جوج ديال الحوايج. بحال هذا أبناء الأرض خرجوا بوحديهم بوحديهم، إنسان عنده الأنفة عنده الكبرياء، النخوة الرجولة أرض ديالو البلاد ديالو، أش مشارك مع الفرنسي ولو لا من ناحية اللغة لا من ناحية الثقافة حتى من ناحية نتاع الفيزيونومية بوم 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 كتار. وسمعتوا الملكيين يا الخوانة نتوما اللي كتقولوا ثورات الملك والشعب، واش هذا كان معاه الملك؟ واش الحسن الثاني كان معاه هذا؟ الحسن الثاني كانوا كيقمطوه للفرنسي وتيعلموه يشطح ان با اون افون دو با اون اريير ا دروات اي تي فوتورني اي غا او نو 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 سول مو توشي ان بيتي بو كوم سا نو با سور لا كويس سور لا هونش دروات اي تي فوتورني و تي علمو يشطح وطلع ملك جامل وولدو راشتو كاع زوميحه زوليخه. راه ما عمرها ما كانت ثوره الملك والشعب،
مزيان. النقطة الثانية اللي غيقولها غادي يقلطوه واحد جوج ديال السراحة دو بيرجي، عندهم تروبو يمكن عندهم شي معجة. وديما تنقول لكم أنايا أحقد أحتقر أشت من أبناء الفقراء، تنقول لكم ديما ردوا بالكم من أبناء الفقراء في جميع التورات اللي كانوا، جميع التقلبات والتغيرات اللي كيديروها الرجال، وغتكون في مصلحة الابن الفقير والسراح والسراح عنده غير معزة، وفي ديك الليلة غيقصيها لديال مو الديب إلا ما قصا حتى هويا. وهاد أبناء الفقراء ديما كيمشيو مع الغالب، يا رب العالمين تكون لا شيا ولا ليف بياي ولا شيكو بيكو. كلكم كتذكروا داك السراح اللي غادي يعطي تشي جيفارا، واحد خارج كيضرب ولد الطبقة المتوسطة المتوسطة، الطبيب عنده واحد العالم كيتسناه وقال له غادي ضد الإمبريالية العالمية والرأسمالية. اها وشكون اللي غادي يقمطو؟ السراح. السراح غادي يقمط طبيب عباد الله، وماشي أي طبيب، طبيب عنده لحية ريفوليسيون، وغادي يعطيه لمن الإمبريالية العالمية. يا حليلي، والتاريخ يعيد نفسه، كاع السراحة ولا السراحة ما كيقبلوش التغيير، ستاتيكو واخا ما كنعرفوش السراحة غير حمار. أبناء الفقراء غير الحمار حدا الحمار، راه فين ما تشوفوا شي واحد ملكي غير حمار. يا رب العالمين يقرا باش ما قرا، راه ما كتجيش عنده المعرفة، الرش ديالو تيكبر بحال الحمار. جو السراحة غادي يعطيوها للفرنسيين، العدو ديالك ما تعطيش لواحد العدو جا كيدمر لك البلاد. راه جوج ديال السراحة، حتى السراح ما قال لاخر هذا ولد بلادنا، هذا راه ديالنا، هذوك راه عدو، هذوك راه مسيحيين. راه قلنا لكم ابناء الفقراء ما كيعرفوا لا الصهيوني لا المسيحي لا والو، راكم شتو ولاد السراحه، شتو احمد عاصيد صهيوني، صهيوني كونتخ لا سوسيتي. حوي كلهم يعطيوك البوليس، هاوي شتو ولاد السراحة راهم اللي في الكوميسيريا تيجلسو الناس على القرعة، راه ميمكنش ولاد العائلات الكبار يجلسك على القرعة، ما يقدش عليها ما عندوش الكتاف، و تيخاف و تيخافو من الدم، تيسخفو ولاد فواشا ملي كيشوفو والرباطين والسلاويين الا شافو الديور الكبار ملي كيشوفو الدم كيعيطو للمتعلمة وكتمش لهم الصبع ديالهم، كيفاش يشوف الدم خارج من الخرزة؟ خصو يكون غير ولد شي سراح، حيت ولد السراح والسراح عايشين في الدم، ما لبسوش الصندالة وكيضربو الحجرة وكيطرد ينربو الصبع ديالو، كيشوف الدم يوميا، إلا خرج لك الدم من الخرزة ديالك إن غيانا صغي، إن غيانا صغي، تيفرح تيقول الله يحلل لي اليوم أنا لابس الصباط، مبقاش كيخرج الدم من رجليا كيخرج من الخرزة، نتا هذا مشى للمدرسة تيقرا الفلسفة، الفلسفة ضد الوطن وضد الله والدين وضد الحسن الثاني، راهو كتيقولو السراحة.
راه كان ممنوع تهضر في الفلسفه. يا وين ما كاين هذا الشيء الفلسفه، حرام. ما يكونش عندك الصحاب في السبعينات اذا كتهضر في الفلسفه، ما يمكنش يكون عندك الصحاب، كلشي كيهرب. هذا ضد الدين، هذا ضد الله. والحسن الثاني ما كيبغيش الفلسفه. الحسن الثاني كنت الفلسفه زوينه، كون قرا الحسن الثاني، هو قرا غير القانون وما عمرو جاب شي فيلسوف تيجي بغير الصحافه اليهوديه الكباش وان سانكلير الصهيونيه. نصنتو للراجل، خطين حكمت عليه بحكمة عسكرية بالإعدام، وفي نوفمبر 1953 اعدموه. نهار 26 نوفمبر. واحد السيد نساه كاع تماما التاريخ، كان معاه التاريخ، نسى ديك السيد اللي كان مع أحمد الحنصالي واللي حكموا عليه بالإعدام في نوفمبر ديال 1953 وعدموه في 1953. تاريخ نساه، سميتو سميحة، شو حنا كيعيطولو ولد سميحة. دوك تقولوا لي واخا واخا، حنا ما كانش عندنا التفاصيل بحق اسم العلاقة بين أحمد الحنصالي، أحمد وموحة، وحمو السمية ديالو الحقيقية، وديك المجزرة اللي عملوا الفلسطينيين في حق الإسرائيليين نهار 7 أكتوبر 2000 23، هذيك المجزره هي. شتي كيدير السرد نتاع الاحداث، رجع بكم ومشيت ومع القضيه وعاود قصه اللي هي واقعيه تاريخيه انثروبولوجيه سوسيولوجيه وسياسيه. الرجل كتموت، الرجل كتقتل، وفي اخر المطاف كيخونهم غير السراحه. حتى واحد ما غيعرف شكون هو وجهو، حتى واحد ما عارفو فين كاين في الغابه الا السراح ولاد المنطقه. وعطاوه عطاوه، راه ما غيعطوه من دار لا باشكلاد، حتى بونجور مسيو ميرسي مسيو ما غيقولوها ليه. شاي الناس ما كيهضروش مع ابناء الفقر، تلقى حتى ابناء الفقر اللي عطاوه غضربهم شي باشكلات ولا شي طوبيس وغيموتوا، وتلقى ولادهم اليوم باقيين فقراء. وغيسترد الأحداث وغيعاود وغيرجع لمربط الفرس. اش هي العلاقة ما بين هذا كيدافع على الأرض ديالو اللي مستعمرة، وبغى يقول لكم تو سامبلو بطريقة سهلة، وهي هذاك الفلسطيني حتى هو كيدافع على الأرض ديالو، وأي واحد كيدافع على الأرض ديالو غادي يخونه أبناء الفقر. وشكون اللي غادي يخون الفلسطينيين؟ هما حكام العرب لأبناء الفقراء اللي ما انتخب عليهم حتى شي واحد، باش يبقاو على الكراسي ديالهم، حيت ما عندهم حتى شي شرعيه من المغرب حتى لمصر، وفوتوا مصر لديك الجهه. نتصنتوا الاستاذ مزارة اللي قال لكم رئيس ديال الجمهوريه الفرنسيه، الجمهوريه اللي عملوا الفلسطينيين نهار 7 اكتوبر، داك الشيء كان وحشي. هذاك الشيء اللي عملوا الفلسطينيين نهار 7 اكتوبر 2023 كان وحشي. حتى داك الشيء اللي عمل ديك المقاوم، ديك البطل، حسب المغاربه والمؤرخين ديالو، وحتى داك الشيء حتى هو وحشي. تيقول لك الفلسطينيين ما قتلوش غير عسكر، قتلوا العسكر وقتلوا المدنيين، قتلوا كل شيء نهار 7 اكتوبر 2023. احمد الحنصالي، احمد وموحة وحمو 1951 قتل المدنيين. قلتكم مسيو سوفينيو الوالدة ديالو كارمين سوفينيو جرح واحد السيد والسيدة قوي، وذبح واحد أنيسة، واحد البنت صغيرة سميتها مادموازيل كروني ماري غوز. الوحيد اللي قتل ماشي مدني، هو ديك المخزني المغربي اللي كان ساكن معاه بونوال، اللي صفاه باش يديرو المكحله ديالو ولي مينيسيون. ولكن هاد البرلمانيين ديالنا بالمغرب كيعرفوا بعد التاريخ ديال بلادهم، كانوا خصهم يجاوبوا الرئيس ديال الجمهوريه الفرنسيه يقولوا له اسمح لي، محمد وموحى وحمو كان تحت الاستعمار، عنده الحق يدافع على راسو. تقولوا لي كيفاش يدافع على راسو وقتل مدنيين؟ قانون كيعطيك الحق، ولا انت كتكون
سولا بوط ديال الكولونياليزم، دافع على راسك، دافع على راسك، دفاع النفس، دفاع النفس بسي عند إسرائيل، دفاع النفس عند فلسطينيين وعند حبد أموحة وحمو، هادو عندهم الحق يدفع على راسهم. أنا بعد شخصيا أنا اللي كيقتلوا مدنيين اللهم هذا منكر، هادشي اللي كنقول أنا، ولكن اسمحوا لي هذا استعمار، الاستعمار اللي كان كيضرب فينا بين 1912 و 1955 56، بحال ديك الاستعمار اللي كيضرب اللي قتل 52 ألف فلسطيني غير في عام واحد. هذا الاستعمار هذا هادي 76 سنة هو كيقتل في الفلسطينيين. دونك عار 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 على ديك البرلمانية المغاربة اللي سمعوا ديك الرئيس ديال الجمهورية الفرنسية كيقول لهم في البرلمان المغربي في الرباط في المغرب كيقول لهم إسرائيل عندها الحق الدفاع على راسها. كان خصو بعدا شي واحد يهز يدو ويقول له حتى حنا، يعطيه غير هذا المثال، ما كاين امثال بزاف، يعطيه غير هذا المثال، يقول له مسيو البريزيدون دو لا ريبوبليك، حتى حنا كان عندنا واحد السيد هنا في المغرب 1951 شد واحد المكحله ومشى قتل الناس، قتل مدنيين، وحنا اليوم في المغرب في 2024 كنعتبروا حمد أموحة وحمو الملقب بحمد الحنصلي وطني، وطني من يشد اليد ديال الرئيس ديال الجمهوريه الفرنسيه ويديوها الاكدال ولا يديوها عندك القلعه ديال الحنصلي. دونك عار على البرلمانيين المغاربه اللي بقاو ساكتين وملي قال لهم اسرائيل عندها الحق الدفع على راسها نهضوا وبداو كيصفقوا، بداو كيصفقوا. وهو هذا، الى اللقاء، مع السلامه. المهم المهم مع اللقاء وشكرا. كنعتقد بلي ما كاين ما نزيدو، وهذا هو احسن موضوع اعتقد الى يومنا هذا. الى حد الساعه قدموا علي المرابط، اتفقنا معاه ولا ما اتفقناش معاه، موضوع كيدخل وكيندرج في التاريخ السياسي المغربي. والكلام اللي بغى يقول هنايا انه ما كاينش واحد النضج، واحد الوعي سياسي عند البرلمان المغربي، والبرلمان المغربي انسان ما قاري شيء وما فاهم شيء، وحتى هذوك اللي قراو ناس تبعت، ناس تبعت، الناس اللي كتباع ما كيعتمدوش على الناس، وابناء الفقر، ابناء الفقر ما كيعتمدوش على الناس. وهذه هي المعضله اللي كنعيشوها، ملي كيوليو ابناء الفقر بحال هادو كيصفقوا لواحد الموظف ديال البنكه اللي كيخدم الصهيونيه العالميه، كيصفقوا ليه باش يبقاو في البرلمان وباش يبقى الملك ديالهم على الكرسي ديالو على العرش ديالو، في حين غيضحيو ب 40 مليون تاع المغاربه. الغريب في الامر ان ماشي اول مره، غير هذه واحد بضعه سنين من تحت هاد قبه البرلمان، هاد الناس اللي كيخلصهم الشعب المغربي على ود الحليب اللي سونترال الشركه الفرنسيه جات فيه الماء وجات فيه الثمن، خرجوا المغاربه كينددوا بداك الغلاء، وخرجوا الناس من البرلمان، كانوا فيهم ناس من الاخوان المسلمين، كانوا فيهم اليساريين، كان شي وحدين ما عندهم لا دين لا ملة، وشتموا الشعب المغربي وقالوا عليه المداويخ وقالوا عليه بزاف ديال الحوايج. وماشي هاد الناس، كانوا قبل منهم ناس في البرلمان، بمعنى اي واحد دخل تحت قبة البرلمان، اي واحد في الحكومة، اي واحد في الدولة، راه ماشي مع الشعب المغربي، راه الناس كتخدم مصالح ديال ماما فرنسا. لهذا ماكرون جا ومشى للمقر اللي عند هذوك اللي كينوبوا على الشعب، في الوقت اللي كيتكلم مع هذوك اللي كينوبوا على الشعب راه تيتكلم مع الشعب كامل والعالم كامل، تيعتقد بان راه الشعب المغربي راضي على هذه الوضعيه هذه، لان هذوك تيمثلوا الشعب. لهذا في اي حي
اي قريه قريه، اي مدينه مدينه، تيمتلك واحد البرلماني ضربو بمطيشه بول على الطوموبيله ديالو، وخرجوا كتبوا انت ما كتمثلني شي، انت كتمثل ماما فرنسا. راه هاد الناس هادو اللي في البرلمان راه هما غدا ملي غتعطاهم واحد بروجي دو لوا باش تولي العبريه لغه رسميه في المغرب، راه غيوافقوا عليها بالاجماع. عوي عوي، راكم شفتوهم كاملين. اذن شكرا للموضوع القيم ديال الاخ علي المربط، وشكرا لكم جميعا، وسمحوا لي على السبان والشتم، لان واخا نهضروا بالادب البلاد راه مشات. ملي كيجي واحد الفرنسي صغير راكم شتو. وما تنساو شيء بلي دائما ابناء الفقر هما اللي كيبيعوا الماتش، دائما ابناء الفقر هما اللي كيعطيو الرجال يموتوا يتعدموا. لهذا ردوا بالكم من ابناء الفقر، رجعوا قراو التاريخ بتاع العالم كامل، دائما ابناء الفقر يطيحوك يطيحوك. اذا شكرا للجميع، واللي يشارك في القناة يشارك مع خوتو وخواتاتو اللي كتعم الفائدة، واللي ما شارك شيء يشارك، وإلى موضوع آخر إن شاء الله بحول الله. تشاو.